بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. فصل في ليلة، اقرأ ما عندك. يقول المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر. أروا مبني للمجهول، أراهم الله جل وعلا ليلة القدر، أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان. أروا، أراهم الله جل وعلا أن ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان. السبع الأواخر، إن كان الشهر تاماً أو كان الشهر 29 يوماً، لأن شهر رمضان قد يكون 29 يوماً، وقد يكون شهر رمضان 30 يوماً. فإذا كان شهر رمضان 29 يوماً فتكون في الأفراد، في الأوتار، في الواحدة والثلاث والخمس والسبع والتسع. وإن كان الشهر تاما فالسبع الأواخر تبدأ من 4 إلى 6 إلى 8 إلى آخره ليلة 30 من شعب من رمضان. أروا، أراهم الله جل وعلا ليلة القدر في السبع الأواخر، والمراد بها السبع الأواخر لأن الاحتياط والتحري يكون على أساس أنه 29 يوما، ما يحتمل أن يكون 30 يوما. فالمدري عن والمعلوم قبل ذلك هو أنه 29 يوما، فينبغي أن يتحرى في الأوتار، وهي في الأوتار آكد منها من الزوج المتمم. فالأوتار ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، فهذه أرجى في أن تكون ليلة القدر. وجاء تحروا ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر، فهي أرجى من غيرها.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت. أروا في الأولى هذه مبنية للمجهول، وهذه أرى مبنية للمعتوم. يرى صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا قد اتفقت تواطأت على أنها في السبع الأواخر من رمضان، فيأمر الأمة بتحريها في تلك الليالي فإنها أحرى من غيرها. ولو تحراها المسلم في كل شهر رمضان كان خيرا، ولو تحراها في جميع الليالي الأوتار وغيرها لكان خيرا. فإذا ضاق ومن يتحمل التحري في كلها فعليه أن يتحراها في الأوتار، فإذا ضعف عن ذلك فليتحراها ليلة 27. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. نعم. 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 مفردات الحديث: أروا أصلها أريوا من الرؤيا، أي خيل لهم في المنام ليلة القدر بفتح الدار وسكونها، سميت بذلك ليلة القدر وليلة القدر، القدر والقدر ترى بهذا وبهذا. نعم. بفتح الدار وسكونها سميت بذلك لعظم قدرها وشرفها، أو لأن الأمور تقدر فيها من الآجال والأرزاق وحوادث العام كلها فيها، وحوادث العام كلها فيها، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يفرق، يبين ويوضح كل أمر حكيم من الآجال والأمراض والصحة والعافية والولادة والحمل والزواج وغير ذلك من الأمور، كلها تقدر في هذه الليلة إلى الليلة الآتية من قابل بعد سنة. رؤياكم، الرؤيا على وزن فعلى كحبلى، فيقال رأى رؤيا بلا تنوين، وجمعها رؤى بالتنوين أو رؤى، والمراد بها الرؤيا المنامية. الرؤيا المنامية يعني رأوها بمنامهم أنها ليلة 27، ولأنها آتية في الأوتار. نعم. تواطأت بتاء ثم واو ثم طاء ثم ألف مهموزة ثم تاء. قال تعالى: ليواطئوا عدة ما حرم الله. فأصله أن يطأ الرجل برجله مكان وطئ من قبله، فنقلت إلى هنا بجامع موافقة رؤيا الرجل لرؤيا الآخر، فتواطأت أي توافقت لفظا ومعنى. تواطأت يعني توافقت رؤياكم، فتواطأت مثل توافقت لفظا ومعنى. فليتحراها، التحري هو القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول. يعني يتحرى أن تكون ليلة القدر في الأوتار، يحرص على هذا لعله يصيبها فيدعو دعوة طيبة تستجاب له. ما يؤخذ من الحديث؟ فليلة القدر ليلة عظيمة، والله جل وعلا فضل بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما كانت
أعمار الأمم السابقة تطول إلى 1000 سنة، كما جاء في قوله تعالى عن نوح عليه السلام أنه لبث في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما. فما عمره قبل البعثة؟ الله أعلم بذلك. وعمره بعدما أهلك قومه؟ الله أعلم بذلك. فهو يقال والله أعلم أن عمره في حدود 1500 سنة، وكانت أعمار الأمم تطول. يروى أن رجلا رأى امرأة تصيح عند قبر فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت: إليك عني. قال: ولم بكاك هذا؟ قالت: هذا ابني اخترم، يعني أتاه الأجل في مقتبل العمر. كم عمره؟ 350 سنة، ما تجاوز 350 سنة. ومصداق ذلك من كتاب الله جل وعلا: لبث فيهم نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة دعوته إلى الله. فكانت أعمار الأمم تطول. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يمن عليه بمضاعفة أعمال أمته، فجعل فيها ليلة القدر خير من 1000 شهر. هل يجتهد في العمل الصالح في يومه في ليلة القدر؟ يعني كأنه اجتهد في 1000 شهر. وهكذا، وجعل الله جل وعلا هذه الفضائل في هذه الأيام. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفضل جل وعلا أيام العشر من رمضان الأواخر والأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وأعطى أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا من الفضائل. من صام 3 أيام من الشهر كأنما صام الدهر كله. وهكذا، فالله جل وعلا لطف بهذه الأمة فضاعف لهم الأعمال في بعض الأيام لمن يتحراها، أما من لا يبالي بها فهو المحروم والعياذ بالله. ما يؤخذ من الحديث: كان الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على الخير ورغبتهم فيما عند الله يتحرون ليلة القدر ويلحون بالسؤال عنها لما في هذه الليلة من المزايا العظيمة وما ينزل فيها من الخيرات والبركات، وما يحل فيها من الرحمة والنعمة والأمن والأمان والسلام. كان بعض الصحابة يرون ليلة القدر إما بعلاماتها وأماراتها، وإما يرونها مناما. قال الشيخ تقي الدين: وقد منهم من يرى ليلة القدر بعلاماتها، علاماتها أن تطلع الشمس صبيحة ذلك اليوم وليس لها شعاع لوجود الملائكة تحجب الشعاع فلا يرى في الأرض. وقيل لما يرونه من السعة والأنس والسرور بوجود الملائكة، وقيل بالنوم يرى الملائكة تأتي وتسلم عليه وعلى عباد الله الصالحين، كما قال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. فكان بعض الصحابة يرونها بأماراتها وعلاماتها. قال الشيخ تقي الدين:
وقد يكشف الله لبعض الناس في المنام أو اليقظة فيرى أنوارها أو يرى من يقول له هذه ليلة القدر، فقد رآها بعض الصحابة فجاءوا وأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بما رأوا، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى بفتح الهمزة بمعنى أعلم، رؤياكم قد تواطأت، أي توافقت على وقت متقارب وهو في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. السبع الأواخر من الشهر من شهر رمضان هي أرجى ما تكون ليلة تلك الليلة، فضل ليلة القدر وشرفها، وما جعل الله تعالى من الخير والبركة حتى صارت العبادة فيها خيرا من ألف شهر مما سواها من الأيام والليالي. إن الله تعالى من رحمته بخلقه وحكمته بأمره أخفى هذه الليلة ليجد المسلمون في العبادة في تلك الليالي فيكثروا ثوابهم، ولو علموا بها في ليلة معينة لقصروا اجتهادهم عليها إلا من شاء الله تعالى. لو علموا أن ليلة 27 أو ليلة 25 أو ليلة 23 لتجد لوجدت الناس يجتهدون في هذه الليلة ويتركون ما سواها. والواجب على المسلم أن يجتهد في ليلة القدر وفي غيرها لعله يصيب ليلة القدر. استحباب طلبها والتعرض فيها لنفحات الله تعالى، فهي ليلة مباركة تضاعف فيها الأعمال ويستجاب فيها الدعاء ويسمع فيها النداء وتقال فيها العثرات. فالمحروم من حرم خيرها وحرم التماس خيرها، والله الموفق. نعم. اللي بعده. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود والراجح وقفه. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. أوردها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري كتابه في شرح البخاري 40 قولا في أوردها المؤلف ابن حجر عن السلف رحمة الله عليهم، منها ما هو قريب من الصواب ومنها ما هو بعيد كل البعد عن الصواب، كما سيأتينا قسمها المؤلف إلى 4 فئات. درجة الحديث: الحديث موقوف وله حكم الحديث موقوف على معاوية رضي الله عنه، وهذا الموقوف وإن كان موقوفا فلا يضيره لأن له حكم الرفع، لأن معاوية رضي الله عنه لا يقول هذا من نفسه أن ليلة القدر هي ليلة 27، فلا بد أنه له مستند، لكن ما تيسر له ذكره. وله حكم الرفع. قال الحافظ: رواه أبو داود مرفوعا وسكت عنه هو والمنذري، وصححه النووي في المجموع، والراجح وقفه على معاوية. وله حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي وإنما يتلقى بالسماع، لأن الصحابي رضي الله عنه إذا قال حكما فينظر إن كان فيه مجال الاجتهاد فيقول هذا موقوف على هذا الصحابي من رأيه، أما إذا لم يكن فيه مجال للاجتهاد فيقال هذا له حكم الرفع، لأن الصحابي رضي الله عنه ما يقول الشيء الذي لا يعلم عنه لولا أن له أصل من السنة. نعم. في ليلة المفردات الحديث: في ليلة القدر، القدر مصدر من قولهم قدر, قدر,
قدر الله الشيء قدرا وقدرا لغتان، وقدره تقديرا بمعنى واحد، ومعنى ليلة القدر ليلة تقدير الأمور وقضاؤها. يصح أن يكون ليلة القدر بمعنى الشرف والكرم والعطاء والمنع، ليلة القدر. ويحتمل أن ليلة القدر أي ليلة التي يقدر فيها الأشياء. نعم. وقيل سميت بذلك لعظمها وشرفها. قال الأزهري: هي ليلة العظمة والشرف، ومنه قول الناس لفلان عند الأمير قدر، أي جاه ومنزلة. ما يؤخذ من الحديث؟ الحديث يدل على أن ليلة القدر هي ليلة 27، فقد سيق مساق الجزم والحتم. المؤلف ابن حجر ذكر منها في فتح الباري 40 قولا، ويمكن تصنيف هذه الأقوال إلى 4 فئات: مرفوضة كالقول بإنكارها في أصلها أو رفعها. أقوال مرفوضة يعني لا قيمة لها ولا حظ لها من النظر. من يقول إنها منكرة يعني ما تصير ليلة القدر. منهم من قال مرفوعة كانت ورفعت، وأقوال بعيدة كل البعد عن الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحراها حتى الموت، ولا يقال إنها رفعت أبدا، هذا ليس بصواب. الأولى، الفئة الأولى ليس لها حظ من النظر، ما يصح أن يقال فيها. نعم. الثانية ضعيفة كالقول بأنها ليلة النصف من شعبان. هذا قول ضعيف، لأن الأحاديث كلها تدل على أنها في رمضان. الثالثة مرجوحة كالقول بأنها في رمضان في غير العشر الأواخر منه. هذا مرجوح وإلا محتمل الصحة. الرابعة هي الراجحة، وهي كونها في العشر الأخير من شهر رمضان، وأرجاها أو أوتارها. وأرجح الأوتار أوتارها وأرجاها أوتارها. الرابعة وهي الراجحة، وهي كونها في العشر الأخير من شهر رمضان، وأرجاها وأوتارها. أوتارها أوتارها ذا خبر. وأرجاها أوتارها. وأرجح الأوتار ليلة 27. وهذه الأدلة تؤيدها. تؤيد كونها ليلة 27. أولا ما أخرجه الإمام أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحراها ليلة 27. وللحديث شواهد. ثانيا، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه المحدث الملهم، وحذيفة بن اليمان أمين السر النبوي وغيرهما من الصحابة لا يشكون أنها ليلة 27. ثالثا، ما رواه مسلم عن شيخ القراء أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27. أبي بن كعب رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل الذي وفقه الله جل وعلا لحفظ كتابه كله، فكان يحفظه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرد على من يخالفه في كثير من الأمور. فمرة قال عمر رضي الله عنه لأحد الصحابة رضي الله عنهم: لقد تاب الله على النبي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. عمر رضي الله عنه قال: والسابقون الأولون من المهاجرين
والأنصار، الأنصار يعني معطوف على المهاجرين وليسوا من ضمنهم وليسوا من السابقين. فقال الراوي عن عمر: أمير المؤمنين أدرى رضي الله عنه، أدعى له. فلما قال ذلك لأبي بن كعب قال: لا، أنا أخذتها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيها شرف للأنصار رضي الله عنهم حيث جعلوا من مع المهاجرين في الثواب. فقال عمر: ما ظننت أن المهاجرين ينال منزلتهم أحد. واضح؟ نعم. فكان أبي رضي الله عنه موفق في حفظ كلام الله جل وعلا، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مبكين حتى تأتيهم البينة. قال: أوسمان الله لك يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه حيث جاء اسمه على لسان ربنا تبارك وتعالى. نعم. رابعا، كونها ليلة 27 هو مذهب اختيار إمام أهل السنة الإمام أحمد وأصحابه من فقهاء المحدثين كإسحاق بن راهوي. خامسا، قال ابن رجب رحمه الله: ومما استدل به من رجح أنها ليلة 27 الآيات والعلامات التي رؤيت فيها قديما وحديثا. سادسا، هذا الشعور العام والجماعي عند المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وعبر قرونها الطويلة أنها هذه الليلة وإقبالهم على العبادة والاجتهاد فيها، ولا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله. فهذه الأحاديث وهذه الآثار تدل على أن ليلة القدر هي ليلة 27، والله أعلم. أحب أن نستطلع الآراء في هل نستمر بعد القيام في رمضان والسراء في ذلك، هل نستمر في أحاديث الحج حتى نهاية وقت الحج، أم نعود إلى الفقه والفرائض؟ يمكن تعبرون بهذا فيما بعد، يسألونكم إخوانكم وتردون علي الخبر، لأن في الفقه وقفنا على صلاة الخوف، وتستغرق صلاة الخوف وقتا طويلا، ونحن نحب أن نأخذ أحاديث الحج لأن فيها مصلحة للحاضر والمستقبل، للطالب والمستمع، نسمعها ونقرأها ونراها. وإن أحببتم أن نرجع إلى الفرائض والفقه رجعنا.
عندنا حديثان في الصيف في ليلة القدر سنأخذها إن شاء الله غدا، ثم نستطلع الرأي هل نستمر في حديث الحج بعدها أم نرجع إلى ما وقفنا عليه في الفقه والفرائض. يقول السائل: شخص يأخذ مالا من أناس ليجد لهم من يحج حج بدل، ثم يأخذ منها مبلغا ويعطي منه من يحج الباغي. هذا لا يجوز، لأن هذا من الافتيات وأكل مال الناس بالباطل، لأنهم أعطوها لمن يحج بدلا لتكلفة تزيد عن حاجة الطالب والإنسان يريدون أن يتوسع في حجه، فإذا هذا يأخذ الزائد ويعطيه على قدره شيئا يسيرا، وهذا ظلم له، لو ذكره لصاحب الحج ما رضي بذلك. يقول السائل: قدمت من بلادي إلى مكة زيارة قبل رمضان وأحرمت بعمرة، وبعد رمضان ذهبت إلى المدينة ورجعت بعمرة إلى مكة، ثم ذهبت يومان إلى الطائف، فهل أرجع بعمرة أم لا؟ وإذا رجعت بعمرة وأردت الحج هل علي هدي؟ أنت أخي عليك هدي التمتع بعمرتك من المدينة إلى مكة، وهذا هو الواجب عليك، فإن اعتمرت مرة ثانية في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة مرة ثانية أو ثالثة أو خامسة فليس عليك إلا هدي واحد، هدي التمتع، فيجب عليك أن تأتي بعمرة كلما خرجت إلى خارج مكة وأبعدت وأنت تعود إلى مكة، فعليك أن تعود بعمرة ولا تترك العمرة خشية أن يجب عليك هدي، فالهدي واجب عليك بعمرتك من المدينة، فإذا اعتمرت ورجعت إلى مكة فعليك هدي التمتع واحد لا يتكرر. نعم. يقول السائل: من أين يحرم أهل مكة؟ أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، ويحرمون بالعمرة من الحل، لأنه لا بد أن يجمع بين الحل والحرم في كل نسك، سواء كان النسك حجا أو عمرة، يجب على الحاج أو المعتمر أن يجمع في نسكه بين الحل والحرم، فأهل مكة إذا أحرموا بالحج فإنهم يحرمون من مكة ويخرجون إلى عرفات، وعرفات من الحل، وأهل مكة إذا أحرموا بالعمرة
فيلزمهم أن يحرموا بها من الحل ويدخلوا مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج بعمرة يخرج للتنعيم بعائشة لتعتمر من هناك، بإمكانه لو كان ذلك صحيحا أن يقول لها أحرمي من هذا وادخلي مكة وهي بالأبطح، فأمره أن يخرج بها إلى الحل فأحرمت من الحل ودخلت مكة بعمرة. فالعمرة لا بد أن يحرم بها من خارج مكة ليجمع بين الحل والحرم في عمرته، وكذا بين الحل والحرم في حجه. فالحاج يحرم من مكة ويخرج إلى الحل، والمعتمر يحرم من الحل ويخرج ويدخل مكة بعمرة. يقول السائل: هل من اعتمر في أشهر الحج هل هو متمتع أو قارن؟ إذا اعتمر وتحلل من عمرته فهو متمتع، وإذا أحرم بالعمرة مستمرا بها إلى الحج فهو قارن، إذا قرن بين الحج والعمرة في نسك في إحرام واحد فإنه يعتبر قارنا بين الحج والعمرة. يقول السائل: رأيت نجاسة بسروالي ليومين هل أعيد صلاتي؟ لا يا أخي، إن كنت صليت وأنت تعلم أن في ثوبك نجاسة فيجب عليك إعادة الصلاة. أما إذا كنت صليت وأنت ناسٍ للنجاسة هذا أو لا تعلم بها إلا بعدما صليت فليس عليك شيء، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى الفجر بالمسلمين في أحد الأيام فخرج خارج المدينة بعد الصلاة وجلس يبول، فرأى أن في على أثر سراويله وإزاره، رأى أن على أثرها المني، يعني أنه احتلم في الليل، فذكر ذلك ولم يغتسل. ثم إنه أمر نفسه، يعني عاد رضي الله عنه الصلاة ولم يأمر الجماعة بالإعادة، ما أمر الجماعة بالإعادة فصلاتهم صحيحة. والمرء إذا صلى في حال غير حال الوضوء أو حال يجب عليه الاغتسال ولم يغتسل يجب عليه الإعادة. أما إذا كانت حال نجاسة الثوب أو الحذاء أو السراويل وهو متوضأ فليس عليه إعادة الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين يوما ثم خلع حذاءه وهو في الصلاة، فخلع الصحابة رضي الله عنهم حذاءهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك فعلت هذا ففعلنا فعلتك. قال: من أتى إلى الصلاة فلينظر في حذائه، فإن كان فيها أذى فليزله، وإلا فليصلي فيها. ذلك أن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قذى فخلعتهما، خلعهما بعدما دخل فيهما بالصلاة، فدل على أن صلاته التي صلاها وعليه الحذاء أنها صحيحة، لأنه لو كانت غير صحيحة لا عاد الصلاة من أولها صلوات الله وسلامه عليه. فنقول: هناك فرق بين من صلى وهو محدث فيجب عليه أن يعيد الصلاة،
وإن كان بالجماعة فعليه أن يعيد وحده دون الجماعة، وأما من صلى ومعه نجاسة لم يعلم عنها إلا بعدما دخل بالصلاة فعليه أن يتخلص منها، يزيلها أو يخلع الثوب الذي فيه النجاسة إن استطاع، فإن لم يستطع فليستأنف الصلاة من أولها. يقول السائل: أريد أن أعتمر وأتمتع بها إلى الحج، فهل علي هدي علما بأني أسكن أو سكنت علما أني أسكن في مكة؟ إذا كنت تسكن في مكة ومقيم فيها فتعتبر من حاضر المسجد الحرام، وليس عليك هدي في التمتع. أما إذا كنت تأتي وتذهب إلى بلدك وتأتي وتذهب إلى بلدك، فأنت إذا اعتمرت في أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فعليك هدي لتمتعك بالحج إلى تمتعك بالعمرة إلى الحج. يقول السائل: لي قريب يعطيني كل سنة مبلغ، ولي حرية التصرف، وأنا أوزع جزءا منه والباقي أصرفه في مصاريف لي، وابنتي عندها أيتام وأختي أرملة وأدخر شيئا منه، أنا لست فقير معدم وعندي أولاد كبار وكل واحد لحاله ولا أحتاج منهم شيء. لا يا أخي، عليك أن تتصارح مع صاحبك إن كان يعطيك إياها للتوزيع، فلا يجوز لك أن تأخذ منها ولا تعطي أحدا ترثه منها. فإن كان يعطيك إياها للتوزيع على نظرك وأباح لك أن تأخذ ما شئت أو أن تعطي من شئت فلك ذلك، لكن الظاهر والله أعلم ما دام أن حالك ميسرة ومسددة أمورك إنما يعطيك إياها لتوزعها على الفقراء، فعليك أن تحرص على توزيعها ولا تدخر منها شيئا ولا تعطي ابنتك منها، لأن ابنتك حتى وإن كان عندها أيتام تجب نفقتها عليك، وإنما تعطي أختك إذا كانت فقيرة ولها أولاد يمنعونك من الميراث، فلا ترث أختك وتعطيها من الزكاة. أما أختك التي ترثها لكونها فقيرة لكن ليس لها أولاد يحجبونك عن الميراث، فلا تعطيها من زكاتك ولا من زكاة غيرك التي أمرت بتوزيعها على إخوانك المسلمين. يقول السائل: هل يجوز أن يدرك ركعتين الطواف داخل حجر الكعبة، أو أن يركع ركعتين الطواف داخل حجر الكعبة؟
نعم، النوافل يجوز أن تصلى في الكعبة وخارجها وفي الحجر، لأن مقدمة الحجر من الكعبة، مقدمة الحجر من الكعبة، فما يجوز أن يصلى داخل الكعبة، يجوز أن تصلى في الحجر. وأما ما لا يجوز أن تصلى في الكعبة كالفرائض فلا يجوز أن تصليها في الحجر. ولهذا أمر الملاحظون أن يخرجوا الناس من الحجر عند إقامة الفريضة، أما عند النافلة فيصلون في الحجر ولا بأس. يقول السائل: قلتم بكى أبي بن كعب لأن الله ذكره على لسانه، فهل جاء في القرآن أو في السنة أن لله لسانا؟ هذا حسن، جزاه الله خيرا الذي تكلم بهذا. ذكرني لك باسمي، يقول أبي رضي الله عنه: ذكرني لك باسمي، ولم يقل بلسانه فيما يظهر لي والله أعلم. ذكرني لك باسمي، قال نعم. فبكى أبي رضي الله عنه لما جاء على اسم على لسان على جاء في قول الله جل وعلا: اقرأها على أبي بن كعب. فبكى رضي الله عنه سرورا بذلك. ويجب علينا أن نتوقف في إثبات شيء أو نسبته لله إلا ما جاء في الكتاب أو السنة. يقول السائل: إذا فاتتني صلاة المغرب وأدركت صلاة العشاء مع جماعة وأنا لم أصلي المغرب، ماذا أفعل؟ عليك أخي، إذا أقيمت الصلاة وأنت لم تصل المغرب وقد حضرت صلاة العشاء، فعليك أن تصلي مع الإمام صلاة العشاء، ويسقط عنك الترتيب، ثم تصلي صلاة العشاء صلاة المغرب بعد ذلك، لأنه يسقط عنك الترتيب، تقديم المغرب تقديم العشاء على المغرب لا بأس بذلك لأجل إدراك الجماعة. يقول السائل: هل يجوز للمأموم أن يصلي خلف الإمام وهو مخالفه في النية ولا يعرف ماذا يصلي كما يحصل أثناء السفر؟ لا بأس عليك أخي أن تدخل مع الإمام في هذه الصلاة، فإن كنت تصلي المغرب والإمام يصلي المغرب فلا بأس، وإن كنت تصلي المغرب والإمام يصلي العشاء فعليك أن تقوم. إذا صلى ركعتين وأراد السلام كان يكون مسافر، أن تقوم وتأتي بركعة لتمام صلاة المغرب. وأما إذا قام الإمام لركعتين بعد الركعتين الأوليين كان يكون مقيما، فعليك أن تجلس ولا تخالفه. فإذا صليت ثلاث ركعات فأنت بالخيار، إن شئت أن تفارق الإمام وتسلم،
وإن شئت ألا تفارقه وهو أولى فتنتظره جالسا حتى يعود إليك ويكمل صلاته وتسلم مع الإمام. لا تخالفه في أفعال الصلاة الظاهرة، فلا يسوغ لك أن تصلي مع الإمام أربعا وهو يصلي العشاء وأنت تصلي المغرب. يقول السائل: رجل كان عنده في بيته عصافير للزينة فسافر ونسيها بدون طعام فماتت وقد تاب وندم، فهل عليه فدية؟ لا، ليس عليه شيء ما دام تاب عن هذا الفعل وهي خارج حدود الحرم، فلا بأس عليه في ذلك إن شاء الله. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.